سنويا الآلاف من حوادث المرور، ما دفع بالخبراء في السلامة المرورية لدق ناقوس الخطر كل مرة. تفاصيل أوفى في تقرير لميا بن عمارة. عاد إرهاب الطرقات ليحصد المزيد من الأرواح خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، ومع ارتفاع حصيلة القتلى بالجزائر سنويا، دعا العديد من الخبراء في قطاع النقل إلى تطبيق قانون التربية المرورية الصادر في 1987 المتضمن لإدراج السلامة المرورية كمادة دراسية. القانون التربية المرورية هو القانون كان ينص عليه في 87 من 1986، كان وصادقوا عليه وجلس في المجلس الشعبي الوطني. المادة 21 من قانون 87/09 تنص على إدخال التربية المرورية في المؤسسة التربوية، لكن من هذا ما خرج المرسوم التنفيذي. كما طالب البعض الآخر بتجسيد مشروع رخصة السياقة بالتنقيط على أرض الواقع بعد أن ظل المشروع مجرد حبر على ورق. احنا تانيك راح نتبقوا، بصح انا نقول لهم عجلوا فيه باش تبقوا في بلادنا، خاطرش البيرمي بوان هذا كل ما نحوا لي ان بوان راني نشوف بلي راح نبحر البيرمي تاعي ونعاود نولي من ديار وجديد. يعني البيرمي بوان جا بزاف المفيد في البلدان واحد اخر، ولازم تبقوا في بلادنا. وماهوش هو الحل يعني كامل، باش بصح بعد ما الحل باش نقسم الكوارث هذه. الجزائر المصنفة في صدارة الدول عالميا من حيث ارتفاع عدد حوادث المرور بحاجة لإقرار سياسة مرورية جديدة تتماشى عقلية السائق الجزائري. وفي الوقت الذي